السلام عليكم، انا عبد الله الجمعة. طبعا عندنا في السعوديه والرياض يعني دائما نطلع حوض الصحاري والشعبان ولودي نخيم هناك، لكن في داخلي انا دائما اشعر اني مغامر واحب استكشف العالم. واليوم راح ابدا مغامره جديده هنا في امريكا اللاتينيه. راح ابتدي رحلتي في الاكوادور متجه الى جزر غالاباغوس قبل ما اطلع الى كولومبيا وفنزويلا وغيانا حتى انهي هذه الرحله الرائعه في سورينام ان شاء الله تعالى. من الجبال للأدغال وركوب القوارب والطائرات راح تكون مغامرة حقيقية. يعني أنا مرة متحمس، جدا متحمس أكثر ما تتصورون، لكن الشيء اللي ود أبغاه لكم تشاركون معي في المغامرة هذه، مغامرة حكاية سفر. أنا مستمر في رحلتي في جزر غالاباغوس، والآن على متن قارب صغير متجه من جزيرة سانتا كروز إلى جزيرة إيزابيلا أكبر جزر الأرخبيل. غالاباغوس في حقيقتها هي مجموعة من البراكين البحرية التي تنامت حتى ظهرت فوق سطح البحر قبل تقريباً 4.5 ملايين سنة. المعبر كان جداً سيء، لكن الحمد لله في الأخير أخذت غفوة شوي وصحوني من النوم قبل ما نوصل. حسني ريحت لأن جتني حسيت بطني قاعد يموت شوي، بصراحة متعبة جدا ساعتين هذه مرة متعبة. هذه كانت أسوأ ساعتين بالرحلة كلها، يعني أول شيء 4 ساعات بالطيارة، بعدين أخذنا الباص الزحمة ذاك، بعدين أخذنا قارب ثاني للجزيرة الثانية، بعدين باص، بعدين ذا القارب، يعني ظاهر المراجعة السعودية كانت سد وصلت. الحين شكل السماء بتمطر بقوة، المفروض اننا نخيم هالليلة، وزيادة على كذا طول اليوم ما اكلنا شيء ابدا. وقف الاكل، والله اني جوعان. وابدا ابدا ما كانت تجربة لطيفة، ان الفريق اللي معي خوفوني من اول موطة رجولي للجزيرة بحيوان زائر. ايش قاعد تسوي هذا هنا؟ وين حسبتوا حصات انا ولا شيء؟ ممزح. مع السلامة. بحياتي كلها ما شفت شيء مذهل مثل الاجوان الهائل هذا. هذا الحيوان يعتبر مستوطن في الجزيرة هذه، وممكن ينمو حتى يصل طوله الى 1.5 متر. وهو احد 9000 نوع من الكائنات الحية المختلفة اللي تعيش في الجزر. 109 منها لا توجد في أي مكان في العالم إلا في جزر غالاباغوس. طبعاً كنت متحمس أشوف أكثر من الحياة البرية، لكن كان علينا أن نتجه لمكان التخييم قبل ما تغيب الشمس. تو نزلنا القارب في ميناء القرية هذه الصغيرة. طبعاً الجزيرة هذه أكبر جزر أرخبيل غالاباغوس، وبالتالي لكن رغم ذلك ما في إلا بلدة صغيرة اللي إحنا فيها الآن، لكن بنطلع بعد شوي كمان زيادة نص ساعة بالسيارة بعد ما نصل المكان اللي احنا قصدينه ان شاء الله. راح نخيم هنا في مكان ما في داخل وسط الجزيرة بين الاشجار والطبيعة الجميلة ان شاء الله. تعال تعال على المطعم. الصباح الجميل هذا، سبحان الله. فعلا النوم مكان طبيعي زي كذا اتوقع يعني ساعة 3 ساعات. سبحان الله مكانها يعني وسط أعماق جزيرة ما، والمكان طبيعي يعني بدون منبه جوال ولا شيء، تخلي نفس أصوات الحيوانات اللي تقومك، يعني شعور جدا جدا فريد. ونفقد للأسف حنا في عصرنا الحاضر هذا عصر المدنية الطاغية. لكن استحت صوت الديك لما سمعته قبل شوي، ما ادري جت صورة بذهني ذكرت جدي الله يرحمها وامها الله يغفر لها تقصين في المزرعة، يعني إذا كنا نروح هناك نقضي بعض الوقت، يعني نسمع صوت الديك على الصباح نروح نتقهوى ونفطر. سبحان الله شوف ذكريات جتني من آلاف الأميال من خلف من وراء البحار. يلا نتجهز اليوم أساس نروح نتعرف على الجزيرة أكثر إن شاء الله. كنت لسه قاعد أنتظر اللحظة اللي أنبهر فيها بجزر غالاباغوس. طبعا رجعنا للسيارة مرة ثانية ومتجهين لقارب ثاني. صحينا بدري لرحلة اليوم،
لأن مثل ما قالوا هذا أفضل وقت المغادرة عشان الواحد ياخذ نظرة سريعة على جمال الحياة تحت الماء في جالابيغوس. وقالوا لي يمكن نواجه أسماك القرش بطول مترين تقريبا. أول ما جينا الإكوادور رح تتسلق في الشلال في الحبال وأنزل منه فضربني الموية بشكل كبير جدا وصبغت الحجر في على الشلال، فهذا اللي سبب لي إصابات في يدي. طبعا مجرد فكرة أني أسبح مع أسماك قرش هذه بحد ذاتها شيء مرعب. الأمر الآخر أني أنا يدي هنا مصابة، ففي أخاف، أنا أشوف بالأفلام وكذا أن أسماك القرش يجموا الدم، بالتالي أخاف يعني يتحسسون في بدني يجون كذا. لكني بسأل أول ما نصل بسأل الشخص المسؤول إن شاء الله إذا هل هو خطر ولا مش خطر إني أطب في البحر. بعد ما أيقظنا صياح الديكة الآن وصلنا لهنا المرفأ نعفس ناخذ القارب بدنا ننطلق إلى أسماك القرش اللي تنظرنا هناك إن شاء الله، بس راح نسبح معها بإذن الله. الرحلة على القارب كان راح مفروض تاخذ نص ساعة تقريبا، والحقيقة كنت مرة متردد إني أطلع القارب لسبب واحد، إنه القارب فجأة انطلق بسرعة جدا شديدة. ربط القبطان القارب في خليج صغير واتجهنا للغوص. طبعاً إحنا ليش وقفنا في المكان هذا تحديداً؟ Porque ahorita vamos a saltar al agua, vamos a hacer snorkel con Max, y vamos a ir a buscar tiburones de punta blanca. آه يعني هنا الموجودات أسماك القرش. طيب يعني أنا لازم أروح معكم. Of course, tienes que venir conmigo. أنا أتطلع للمغامرة الجيدة ذي، بس أسماك القرش والله ما هضمتها إنه يقول سمك قرش يجي لمي ويخليني إن شاء الله ما تأذى. متوكلين على الله سبحانه وتعالى و. والله الحافظ. في اللحظة اللي نزلت فيها الموية ما كان عندي أي توقع، فقط كنت أسبح وأنظر وأشوف أي شيء ممكن يصير. فجأة ظهر أسد البحر، ردة فعلي الأولى طبعا كانت التراجع، لكن مع الوقت استوعبت أسد البحر كل اللي يبيه هو اللعب. أسد البحر كان جدا لطيف وكان بمسافة قريبة جدا من عندنا. أسود البحر هذه بالذات فقط موجودة في جالابيغوس، أيضا في جزيرة صغيرة خارج سواحل الإكوادور. طبعا أسد البحر شخصيته جدا فضولية ويحب اللعب كثير، كان جدا ممتع الواحد يشوفها تدور تستعرض بحركاتها وتحاول تكسبنا أصدقاء جدد. لكن للحين أنا كنت قاعد أفكر في أسماك القرش وكيف إنها قاعدة تترصد لنا. كانت السباحة مع الأسماك تجربة جدا ممتعة، وبدأت أحس أخيرا بالراحة تحت الماء. بعد كذا سمعت شخص ينادي من بعيد يقول إنهم شافوا سلحفات جالابيغوس البحرية الخضراء. السلاحف هذه مهددة بالانقراض ووزنها قد يصل لأكثر من 300 كيلو جرام، ورغم كذا صدفتها القوية ما تمنعها من السباحة بكل رشاقة تحت الماء. لازم نرجع للقارب عشان نروح لجزء آخر من الجزيرة، لكن هالمرة كانت الرحلة أكثر متعة. هواء، شوف الطبيعة الخلابة اللي حولك، بعد ترجع منظر الماء.
كانت رحلة مجنونة وممتعة إلى أكبر حد. بعد كذا لقينا أنفسنا في داخل هدوء المنظر الطبيعي اللي أمامنا. يعني كان المكان كأنه عالم ضائع في هذا الجزء الجميل والنائي من كوكبنا. أحس إني من المستكشفين الأوائل اللي جوا هنا في العصور الاستكشاف وقول هذه أو أرض ما قد وطاها بشر، يعني أرض كلها صخور وجبلية وموحشة، إن يكون أول إنسان يطاها وكذا. شعور مرة لذيذ. كان شيء مذهل إن الواحد يعرف إن المكان هذا كان أحد الأماكن اللي تشارلز داروين أجرى فيها أبحاثه. لما وصل داروين لأرخبيل جلابيس عام 1835 كان مندهش من الأنواع الكثيرة والنادرة من النباتات والطيور والزواحف اللي وجدها في المكان. من حسن حظي إني استطعت رؤية الطائر الأطيش أزرق القدمين اللي سموه بالاسم هذا نسبة إلى أقدام الزرقاء الكبيرة. والطائر الأنثى من هالنوع تكون عاد أكبر من الذكر ويكون لون أقدامها أغمق. وفي فترة المغازلة الأنثى تختار الذكر بالأقدام الفاتحة والتي تدل على جودة الجينات فيه، وغالبا ما يعيشون كزوجين للأبد. تضع الأنثى تقريبا بيضتين إلى 3 بيضات واللي يحتضنها الوالدين بالتناوب. كانت رحلة رائعة في إيزابيلا، والحين حنا راجعين لجزيرة سانتا كروز. وفي لحظة وصولنا شفت بنظرة خاطفة السلاحف الإكوادورية العملاقة. مرحبا أخوان كارلوس، صحيح؟ شرفنا، أنا عبد الله. كومو استاس؟ الحمد لله، كيف حالك؟ bueno, estas tortugas suponemos que vienen se adaptaron a esta isla, llegaron en posiblemente pedazos de madera flotando en el mar hacia las Galápagos. Suponemos que eran tortugas de río las cuales se empezaron a adaptar a las islas Galápagos y viven aproximadamente unos 120 años. A veces tenemos una tortuga macho y una hembra del mismo tamaño y se nos dificulta reconocerlas. En ese momento es cuando nosotros las reconocemos por la cola. ما اقدر اشوفه هنا، ما وين؟ Si nos agachamos un poco. Ah, الصغير هنا. Este tiene una cola larga que también es el órgano reproductor. Estas tortugas normalmente están adaptadas para soportar una sequía de hasta 6 meses sin agua y sin comida. Wow. Entonces, en el pasado, muchos piratas y muchos balleneros las cogían para tenerlas en el barco porque era mejor tener una tortuga fresca antes que tener una vaca o un chancho al cual tenían que alimentar para mantenerlo sano y poderlo comer. سبحان الله، طالع ورأسها شامخ كذا. أول ما جيت سحبت رأسها جوا، لكن لما قعدت شوي كأنها ألفتني، فسبحان الله مدت رأسها أشوفه حتى أكثر من السلاحف الأخرى. يا حبي، لا أحس عجوزة عمرها 80 سنة ودي أخمها، بس ممنوع هنا في جلابوكس تلمس الحيوانات عشان ما تضرها، لأن هذه فريدة غير موجودة في العالم كله إلا في المنطقة هنا فقط، يعني ما تشوفها في أي مكان في الآخر آخر غير الجزر هذه. تركنا السلاحف العملاقة واتجهنا إلى الميناء اللي لاحظت فيه في حركة غريبة هناك بين قوارب الصيد. يبدو لي هنا فيه سوق سمك صغير جدا في القرية اللي على الجزيرة. ماني بمنى، أنا أحب السمك، بس سبحان الله دائما الأسواق هذه الشعبية الصغيرة لها طعم خاص.
هذا السمك طازج طبعا اكيد، يعني توهم طالعين من قوارب الصيد هذه وجايبينه على السوق السمك الصغير هذا. زي ما تشايفين الناس يجون ياخذون السمك على طول لبيوتهم. جيبوا هذا الطريقه تاكل. احس عجازه الحين وعندها البحر كبره وجايه تاكل من السوق. لما كنت صغير انا عمري تقريبا سنتين في جده، عطيت بطه صغيره فشار فعضتني من هنا من اصبعي هذا، فتضرر اصبعي لا يزال في اثر. فمن يوم انا صغير أنا البط واشباه البطه توحش منه. الناس جايبين سمك، حتى اسد البحر هناك قاعد يسبح، وفي الطيور الضخمه البجعه وكذا قاعده بس تاخذ لقمتها من البحار اللي جو او صيادين سمك. واو 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 ديسكول بسنيو كيتي بويس روحو روحو سكوربيو سي كوانتو استا اونو 5 دولار الكيلو اه 5 دولار الكيلو 5 دولار الكيلو، يعني اتوقع سعر معقول جدا. قضيت يوم اخر ممتع في جزر جالابيس، وانهيت ذاك اليوم بالاسترخاء والاستمتاع بمنظر المجنات. لكني أعرف قرارة نفسي أنه في الأيام القادمة راح يكون في الكثير من الحماس.